كلمة للمتصوف. يا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الصوفي، إذا كنت ممن صفا وتخلق بأخلاق المصطفى فأنت في مقدمة الوراء. ومعنى صفا أي صفى قلبه من الكفر وعمر بالإيمان، وصفى من الشرك وعمر بالتوحيد، وصفى من النفاق وعمر بالإخلاص، وصفى من البدعة وعمر بالسنة، وصفى من المعصية وعمر بالطاعة. فإن قدر الوقوع في المعصية لبشريتنا لآدميتنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد وغيره بإسناد حسن: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وقع في ذنب كما نقع نحن، كان من أهل قوله تعالى من سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا الآية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: الندم توبة، الندم توبة. فإذا كنت ممن صفى قلبك مما ذكرته سابقا وعمر بما ذكرته سابقا وتخلقت بأخلاق المصطفى في بيعك، في شرائك، في سفرك، في حضرك، في الجو، في البر، في البحر، مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الجيران، مع شيخك، مع طلابك، مع رئيسك، مع مرؤوسك، إلخ، فأنت السني السني، ولا مشاحة في الاصطلاح. أين؟ أما إذا كنت من أهل الموالد وطلب المدد من الحسين والبدوي والسيدة وأم العجائز والقناوي، فأنت على الشرك الأكبر. إن مت على ما أنت عليه خلدت في النار، حيث قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ألا تحبون الأولياء أيها السنيون؟ نحبهم في الله عز وجل، ونعلم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لغيرهم؟ وأنهم أحوج ما يكون إلى الدعاء من الأحياء، وأنهم